فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما هو الأفضل إذا دخل الشخص والإمام في الركعة الأخيرة في التشهد الأخير، هل يصلي مع الإمام أم يقيم جماعة ثانية؟ إذا كان يعلم أن هناك أناس سيأتون إنه ينتظر حتى يقيم جماعة بعد سلام الإمام، ما هو يقيمونها والإمام ما بعد سلم، يقيمونها بعد سلام الإمام. أما إذا كان لا يدري عن أحد فإنه يدخل مع الإمام ولا يفوت ما أدركه، يدخل مع الإمام ويحصل على الفضيلة والمتابعة للإمام ويكمل صلاته. نعم.